اللاعبين يعني، وتتكلم عن مثلا السعوديين، اذا بتتكلم عن سلمان الفرج، عبد الله عطيف، نواف العابد، سالم الدوسري، هذا زحمة لاعبين سعوديين، فما بالك الاجانب جوفينكو وادواردو، وين بتلقى نفسك بين هالزحمة؟ كثير قالوا لو جلست في الشباب افضل لك من الناحية الفنية. طبعا الشباب بيتي الثاني للأمانة، الشباب له فضل كبير في بروز هتان بهبري، أنا ما أنسى هذا الفضل. بالنسبة للخانة، طبعا شوف على كلامك هذا، أنا قلت لك أول إن أنا شخص أحب التحديات وطموح وحب الأشياء الصعبة، إن شاء الله بإذن الله. تذكر الكلام هذا اللي أنا أقول لك يا إن شاء الله بإذن الله، إني راح أنافس على الخانة وبإذن الله بعد رب العالمين إن شاء الله إنه يوفقني ويبعدنا عن الإصابات، إن شاء الله أنا بنافس على الخانة الأساسية بإذن الله. الله يطول بعمرك إن شاء الله. إيش تقول حتان لما وقع للهلال؟ أنا ما أقول غير بعد ما قال المطلع من أغنية للفنان طلال مداح، ما أقول فيها غير اني كمان اغنيها. اليوم يمكن تقولي يا نفسي انك سعيدة، سعيد والله بهتان في زعيم النوادي. الله يوفقك ان شاء الله.